حياة الممثلات قصص كتيرة جدا بتشبه إلى حد كبير القصص اللي هو بيمثلها، وإحنا النهاردة اخترنا لكم قصة من اللي حصل لها. تبدأ أحداث هذه القصة في الصباح الباكر لما بيتقابل شحتة النفاخ الشهير بشريف وجدي مع صديق عمره يوسف عبد المتعال بعد غياب حوالي 20 سنة. يجب أن نتوقف أولا لكي نقدم لكم شخصية يوسف مع أسرته الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبص على ايه يا راجل؟ على الزمان ده بنت الراجل لسه ما كملش 50 سنة. بنعمل كده ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ الساعة 10 ميعاد العشاء بتاعك. اتكلم عن نفسك يا اخويا. بس شحته كبر برضه. كبر؟ كبر ايه؟ ده صغر، ده حتى طلع له شعر. سبحان الله، الممثلين دول بيعملوا في حق نفسهم حاجات غريبة قوي. هيطلع له ازاي؟ تلاقيه ملزق الحاجات الجديدة دي. الايام عدت هوا عليا. شوفي احنا متخرجين من الجامعه بقالنا 20 سنة. ما تجمعش، انا اصغر منكم يجي 6-7 سنين. ده انت متخرجه بعدينا بسنتين. يا سلام يا اخويا، مش انت كنت لسه محاول من كليه علوم وهو كان عمال يسقط بقاله كام سنه في الكليه؟ مظبوط، وفعلا شريف اكبر مني بتاع 3 سنين كده. هو كان بيسقط كتير قوي. لا انا دلوقتي عديت ال 21. ها اتفضل. طب مصلحتك عبيط عشان بنت. طب يعني لو كنت كملت في التمثيل كان زماني دلوقتي. يا اخويا بلا تمثيل بلا بتاع، انت ناقصك حاجه، ده انت كده فظيع فظيع. بابي انت كنت بتمثل؟ بابي انت كنت بتمثل؟ اسال امك، ده انا كنت احسن ممثل في الجامعه. انت شفتي صورتي وانا واخد كاس التمثيل احسن ممثل؟ فاكره عليها؟ فاكره ايام كنت رئيس فريق التمثيل؟ يا انا ايام ما كنت رئيس فريق التمثيل اخذنا الكاس والدرع وبطوله افريقيا كمان. يلا منونه، الساعه 10 وربع ميعاد نومك. استنى شويه بعد شويه. مفيش شويه، في مدرسه الصبح. قلت يلا ما تسيب البنت تقعد تستمر معانا شويه. انا كنت رئيس فريق التمثيل. بلاش تسيب منى. وبعدين حاضر يا مامي. تصبح على خير يا بابي. وانت من اهل الخير يا روح بابي. يا عيني على كلمه بابي طالعه من بقها سكر. الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك. انا كنت رئيس فريق التمثيل على خلاص 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 يا يوسف. كمل بقى، يلا عندك العاب اول حصه. يلا خد الطبق بتاعك وعلى خير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي هي لابساه ده؟ ده 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 كل عيرة. بس يوسف يوسف يلا حبيبي خش نام في السرير. لا مش كام سنة نوم خالص، صار الفيلم ده شددني قوي. ما هو واضح، بس مش كل ليلة هتنام على الكنبة واشيلك. قلت قوم يلا. الليلة النجم شريف وجدي. في صباح هذا اليوم كان يوسف رايح مكتبه في الشركة اللي بيشتغل فيها كبير للمحاسبين، وكان شريف وجدي راجع من سهرة امتدت حتى الصباح. شريف يا شريف. انا روحالف. روحالف ده ايه؟ انا يوسف يا شريف، انا يوسف يا شحتة. يوسف 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 عبد المتعال. ايوه مش ممكن.
ذاك راجل. تعال تعال. لا 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 ازيك وحشت موت موت موت. ايه ده يا راجل، ده فينك فينك؟ ما شفتكش من زمان يا عم. انا موجود، انا بشوف بقى في التلفزيون وفي السينما وبعض اسلم عليك يا رجل. ازيك يا شريف؟ والله زمان. ايه الحلاوه دي؟ غيرت غيرت قوي انت. احلويت صح؟ اه طبعا احلويت. بس ايه بقى الكرش ده؟ فين ايام زمان؟ ايام الجامعه والتمثيل والبنات الحلوه عبريه. حلوه خلاص ادالك الحاجات دي بقى في بيت وجواز. اسمع احنا لازم نتقابل. خد من التليفونات، خد من الحضرات. بس هترد بقى لو كلمتك؟ يا سلام، ده احنا عشره عمر يا راجل. هكذا التقى الزميلان والصديقان بعد افتراق دام حوالي 20 سنه، وبدأ عالم كل منهما يلتقي بالآخر من جديد. وأول ما شافني إيه؟ هاتك يا أحضان وهاتك يا موت. والله وجعني ظهري من كتر اللي قعد يقول لي وحشني قوي يا يوسف بيه. أقول له والله وأنت كمان يا شريف. يقول لي معقولة إيه المدة الطويلة ما شفناش بعض بيها دي يا يوسف بيه يا أخويا؟ أقول له أنا شريف كانت أيام. لا أنت ما بتستغربوش، ما أنا أصل متعود أقول له أنا شريف، ده من أيام الجامعة، ما أنا كنت الرئيس بتاعهم بقى أيام الجامعة. والله ما عارف أقول لكم إيه، لا كانت مقابلة رهيبة رهيبة. يا سلام. والله زي ما بقول لك كده. طب ايه رايكم بقى ان شريف وجدي اتحايل عليا عشان اعزمه عندي اي يوم على الغداء؟ ياه شريف وجدي الفنان الكبير اللي كل البنات القطائط اللي ستايل اللي زيه بيموتوا فيه، تعزمه عندك انت على الغداء ليه؟ مش لاقي ياكل؟ ما انت فاهمه حاجه يا فاتن، ستايل وقطائط على الفاضي. يا بنت احنا كنا اصحاب جدا من ايام الجامعه. طب حاجه جديده ما تعرفهاش، انا كنت رئيس فريق التمثيل عليه، وانا اخدت ممثل اول جامعه كذا مره، هو كان عادي ممثل عادي وبس. الدنيا حظوظ بقى يا فاتن. مره حصل موقف رهيب، اتاخر عن بروف، طردته، اطلع بره يا شريف ما تدخلش هنا تاني. قعد اسبوع يتحايل عليا، والنبي يا يوسف يا اخويا حب على ايدي في الاخر بقى، بتعرفين قلب الطيب، سامحته. ودي كانت اول خطوه حقيقيه ليه في طريق مشواره الفني. شوف يا سيدي، شريف ودي ده النجم ده كان معاك في الجامعه؟ اه مفيش مانع، انما يكون يروح يتغدى عندك واسع واسع شويه. واسع شويه؟ طيب انا حسبت لك انها مش واسع، هطلبه قدامكم وهسمعكم المكالمه، هتسمعوها بنفسكم. واسع شويه ده جرت برنه ما حدش بيرد. انا لسه سايبه من شويه. هو في ايه؟ تلاقيني ادالك النمره غلط. ايه ده ايه ده؟ دي بتضحك دي ولا بتركن عربيه؟ لو انت صادقه هو شافني بريده ما ردش عليه. ما تقولش كلام ده عيب، هو جايز جيت له على الويتنج ولا حاجه، او لغي الجرس عشان التصوير ولا انا هطلبه تاني قدام. اديت نمرته ما ردش عليه. الو شريف. لا ده انا طلبتك 3 مرات. ايه الحكايه؟ اه بتصور يا حبيبي. لا كان الله. طب ما تخلص اطلب لي. اطلب لي يا شريف. اه لا هستناك. اوعى ترد، انا اللي بطلبك، انا كارت اوعى تفتح عليا. رد على شريف واجدي. حاطط اللبس في الدولاب يا زعيمي. ايوه يا سوبر. لحظه بقى، دي واحده احسن، التليفون بيرن. نمرة غريبة ما عرفهاش. نمرة مش مسجلة، ما تردش عليها. وعموما اقفل التليفون خالص، انا مش عايز مكالمات بالمرة. حاضر. انا عايز انام. تصبح على خير يا سوبر. انت والاهل. تحب اخليهم يصحوك امتى؟ قول لهم ما يصحونيش خالص، عندي صداع هيفرتك دماغي وبقالي 4 ايام ما نمتش. انا عايز انام. الف سلامة يا سوبر. بس بقولك ايه يا سوبر؟ تحب اخليهم يصحوك امتى؟ قلت لك مش عايز حد يصحيني يا زعيري، سيبني علشان عايز انام. عشان الاوردر. خلي الاوردر لما ابقى اصحى يا زعيري لو سمحت. بس عشان هما بيستنونا في التصوير. يا اخي يا اخي حرام عليك، بقول لك 4 ايام من غير نوم، عايز انام. بهذا الفندق ال5 نجوم ينتقل شريف وجدي ليقيم في سويت خاص له، خصوصا لما يكون مشغول ببعض الاعمال الفنيه. يلا يا يوسف الغدا جاهز. مش لما تيجي منى الاول افتح لها هتخبط حالك. يا سلم اهي بتخبط يا بنت. ليه عليا ايه بيك بنت؟
هلو هلو. الحمد لله على السلامة. يلا بلاش دلع، خش اغسل ايديك قبل الاكل ما يبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفي انا قابلت مين النهارده الصبح عليه؟ شريف وجدي. معقول؟ مش كنا لسه في سيرته؟ ازايه؟ لا كويس الحمد لله، بس انتي لا بان عليك كبر فعلا. اما شفته من قريب حسيت ان هو كبر. قابلني مقابله عليا؟ لا رهيبه رهيبه، احضن ايه وبوس ايه. بعت لك سلامات من النهارده لبعد بكره الصبح. الله يسلمك ويسلمه. وبعدين يا بابي؟ حطي خضار. وقعد يقول لي يا يوسف يا اخويا لازم نتقابل ونسهر مع بعض زي زمان، واداني نمر تليفوناته كلها. اول ما وصلت المكتب طلبته الموبايل بتاعه، اداني جرس بس للاسف ما حدش رد. بعد شويه طلبته تاني، قال لي انا مقفول ما تحاولش. تلاقيه اول ما رجع البيت نسي كل حاجه. نسي؟ ولا انا بقول لك ده فرح جدا لما قابلني. اه والله انا نفسي اشوفه قوي يا بابي. هتشوفيه طبعا يا حبيبتي، ده صاحبي قوي. سال امك. بقول يعني احنا لازم بعد الغدا نكلمه لحسن نقول ان احنا طنشناه وما سالناش عليه. المهم هو يرد. بقول لك يعني ايه رايك بعد ما نتغدى ونشرب الشاي تطلبيه انت وتعملي ان انت معجبه بيه كده، وتشوفه بقى هيعرف صوتك ولا لا. ستوب. هايل. حلوين حلوين. منى احمد اجهز اللي بعده. يلا عرف الصفه. مشهد 13 يا استاذ شريف. طيب. انت والانسه برضه. يلا يا زيزي هاتي لي المرايه والبدار. لا دلوقتي مش هتقدر تكلمي الاستاذ عشان هو بيفن عنده رياكشن دلوقتي. مع السلامه، اطلبيه وقت تاني. مع السلامه. في حد كلمني؟ اه في واحد اسمه الاستاذ يوسف وواحده تانيه مش عايزه تقول اسمها. طب رد. اه اوكي. الو. اه هو خلص. نقول له مين؟ حضرتك برضو تاني؟ طب اصله هو يبينها معجبه وزعها. احنا متاسفين، اصل الاستاذ بيسوق وهو على المحور وما يقدرش يرد على الموبايل. قول له عيب كده، انا ما توزعش. بتقول لك عيب يا شريف، انا ما توزعش. الله، ايه ده؟ دي باين عليها نمضه قوي. طب هات بقى هات. الو. ازاي؟ ايوه مين؟ انا واحده معجبه بيك. عليا يا عشاني وحشاني قوي يا روح قلبي. يا نهار ابيض، معقوله يا شحتة؟ ازاي عرفت صوتي بسرعه كده بعد السنين دي كلها؟ وانتي تتنسي برضو عليه؟ كانت احلى ايام عمري. قوليلي ممكن اشوفك ازاي؟ زي ما انت عاوز. تحب تجيلك ولا اتكلم؟ تقولي واجيلكم واحنا هنتقابل مره واحده. قوليله يجي يتغدى عندنا بكره. شحتة، يوسف بيقول لك تعالى الغدا عندنا بكره. اوي، انتوا بتتغدوا الساعه كام؟ 3 بالظبط. اوكي اوكي اتفقنا. باي. يوسف معاك اهو. الو يا شريف، ازاي؟ بقول لك ايه، ما طبعا مش هتيجي 3 بالظبط، تعالى قبل كده شويه عشان نقعد ندردش يعني قبل الغدا. ها الساعه 2 كويس؟ الساعه 2 دكور. اديني العنوان. يلا يا مخلص، يلا هنصور. ايه يا الدنيا طارت يا اخي، خلي عندك شويه دم. خد منها العنوان واكتبه وتبقى تديهولي. مفهوم؟ مفهوم. مين بقى عليا دي يا استاذ شريف؟ ايه يا روح الروح يا روح قلبي من جوه خالص. هنرجع للغيره الفاضيه تاني؟ دي واحده اعرفها من زمان قوي من ايام الجامعه، وكمان تبقى مرات واحد صاحبي. يا سلام، بس واضح بقى ان انت بتعزها قوي. ايه اللي تزودي؟ معقول كل ده تاخير؟ ده اللي هيجي الساعه 2. ما تهدي عليا، انت مش عارفه الشغلانه بتاعتهم دي بيحصل فيها عطل كتير، اكيد اتعطل في التصوير شويه. يا خساره كل الاكل اللي عملته. مامي انا جعت قوي. يا حبيبه قلبي، اغرف لك انت تاكلي؟ يا منى عيون بابي، اصبري شويه حبيبتي، زمانه جاي يعني مش هتاخر ان شاء الله. وهي ذنبها ايه يعني الجوع معانا؟ 17 فين لو سمحت؟ اهو يا استاذ. يا اهل المنطقه، الأستاذ شريف وجدي الفنان هنا عندنا يا جدعان. شريف وجدي، شريف حبيب قلبي، شريف حياتك عامل ايه يا حبيبي؟ صاحب بابا جه يا حبيبي، هتشوفيه وهتتكلمي معاه. هذا
اهلا ازيك يا يوسف عامل ايه؟ من فضلك يا نجم قبل اي حاجه الاول تديني الصوره. والنبي يا استاذ يوسف ربنا يخليك ربنا يخليك خليك خليك صوره. اديها صوره يا شريف. للاسف انا معيش صوره دلوقتي. انور الحته كلها يا احسن ممثل في الدنيا. ميرسي وتشكر قوي يا روح قلبي تسلم لي وتشكر خالص. انا بحب التمثيل قوي ويا ريت حضرتك تساعدني وتاخد بيدي عشان ابقى نجم. انا لسه امبارح كنت بتفرج على فيلم سعادتك الاخير وحاجز بلاكون. ايوه شفتك. ازيك يا شريف؟ يا استاذ شريف انا كويس قوي يا حياتي. ممكن تتعرف وتتكرم وتتنازل وتمديلي الاوتوجراف ده؟ ممكن اعرف اسمك ايه؟ احلام. احلام وانا كمان يا استاذ. حاضر حاضر يا جماعه ثانيه واحده اصبروا بس اصبروا. ممكن رقم المحمول عشان اتصل بس عندنا على ايديا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه ان شاء الله. والله اللي بيقول لك عايز صوره ده افتكرت عايز البكوه. طيب اتفضل اتفضل. باي باي. معلش يا استاذ شريف صاحبي. صوره صوره وحياتي. حاضر حاضر يا استاذ يا مستر. حاضر جاي يلا جاي عليا. حاضر حاضر لسه اوهام حاجات لا مش ممكن. الناس ستة بناسك شريف. دي حاجة بسيطة يا يوسف. هي فيها ايه الحاجة دي؟ علي علي ازيك وحشاني يا حياتي. ازيك يا شحتي. اهلا اهلا. ازيك يا علي عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. معقولة معقولة ما اشوفكمش السنين دي كلها؟ يعني انت اللي سألت يا اخويا؟ وانا اعرف اراضيكم فين؟ انتوا اللي المفروض كنتوا تسألوا عليا. انتوا عارفين انا فين؟ اه فعلا. لا فعلا علي شريف عنده حق. منى انت فين يا منى؟ تعالي 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 خش بسرعه. خش سلمي على عم. يا خبر ابيض. بسم الله ما شاء الله تبارك فيما خلق. بالظبط بالظبط شبه امها. الحمد لله انها ما طلعتش شبه ابوها. لا بس فيها مني برضه شويه. شعرها انت ناسي شعرها ايام الجامعه كان عامل ازاي؟ لا مش ناسي يا اخويا. كنا مطولين وكان عامل زي فروه الخروف. انما شعرها هي زي شعر امها بالظبط. ايه ده عليك؟ انت اصلي شعرك يوم من زمان. يلا ادي عمو بوسه بقى. بوسه بس ده انا اخد بوسه وحضن كبير كمان. بس تطلعني في السن. مش ممكن مش ممكن حلاوه الاكل. انت فعلا بتطبخي هايل يا علي. لا علي مراتي في الاكل رهيبه. عايز تاكل صح يا شريف كل من ايد علي يا حبيبتي. حبيبتي انت بودي بودي غدي 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 يا سلام. والله صدقيني اكلك احسن من اكل اي مطعم في اي فندق خمس نجوم. اه تلاقيك انت مسكين مقضيها مطاعم على طول يا شريف. ايوه اكل في اكل المطاعم لما معدتي نشفت وحشني بقى اكل البيت المعتبر ده. يا سلام ده انت تؤمر. خد بقى كمان معلقه تورلي. ما قلتليش عليه. انت بتشتغلي ايه دلوقتي؟ بتشتغل ولا حاجه يا سيدي. من ساعه ما خلفت منى قالت لي انا هستقيل وهتفرغ للبيت. يا سلام يا بختك يا اخي. حد يلاقي زوجة زي دي في الأيام الغبرة اللي احنا فيها دي دلوقتي. طب ايه رأيك يا شريف ان انا اللي كنت رافض موضوع الاستقالة ده خالص. بس علي اصرت وانت عارف دماغها بقى. كان زمانها دلوقتي بقت مديرة. هي صحيح مديرة قلبي وحياتي وبيتي وبنتي. اهلا اهلا يا حبيبتي. تعالي اقعدي جنب عمو بقى. قولي بقى عايز اسألك سؤال. انت ليه لغاية دلوقتي ما خلفتش؟ انا لغاية دلوقتي ما خلفتش علشان لغاية دلوقتي ما اتجوزتش. يا لغاية دلوقتي ما اتجوزتش؟ اه تصوري. ليه بقى؟ مفيش ولا واحدة عجبتها؟ بقى ولا واحدة عجبتها. يا سلام يا سلام. بطلي لمضة يا بنت. قومي نعمل الشاي يلا قومي. جه العفاريت يا اخي. شفت البنت بتقول لك ايه؟ ولا واحدة عجبتها. الكلام ده كان ايام زمان ايام ما كنت شحت يا شريف. فاكر شحت؟ انما دلوقتي المعجبات بالكوم يا سيدي. ربنا يزيد ويبارك. بس ايه رايك في منى بنتي؟ تجنن تجنن. واخده حلاوه امها. واخده دمك انت. اتفضل شاي شحته. من يد من اعدمها. ما بلاش شحته دي بتضايق منها. شحته بتفكروا بايام لازم نراعي شعوره برضه عليه. شريف شريف بصراحه من ساعه ما شفته وانا مش عارفه اناديله غير باسمه بتاع الكليه شحته. يا سلام يا سلام يا علي. بتفكريني بايام زمان. تخلي بقى وحشني كلامك ده وحشني انك تتريقي عليا زي ايام زمان. هلا قولي لي
انت لسه بتحبي الواد ده برضو؟ اكتر من الاول، ده فظيع فظيع. يا بختك يا سيدي. انت اللي بتقول كده يا شريف يا وجدي، مش حال ما كانش المعجبات حواليك بالكوب. خدنا منهم ايه؟ بمناسبة المعجبات بقى، انا عايز اعمل عليك صحفي. ممكن الاستاذ شريف وجدي الفنان المشهور، ايه اخر اخبارك الفنية؟ شوف يا سيدي، انا دلوقتي ابتديت امثل في فيلم اسمه نزوة صغيرة. وموضوعه ايه بقى؟ موضوع اعتقد انه هيبقى كويس. راجل موظف عايش حياة اجتماعية عادية جدا، عنده مراته اللي بيحبها وعنده اولاده، وفجأة بتظهر في حياته بنت حلوة صغيرة، طبعا بينجذب لها وبيحبها، بس نتيجة الحب ده بقى انها هتهدم بيته، تخليه يسيب مراته ويترفد من شغله، وطبعا في الاخر البنت دي هتسيبه وتمشي وتهجره، وهو هيرجع لمراته وهو ندمان جدا. طب ايه رأيك بقى ان ده موضوع مفيد جدا للمجتمع؟ بس السيناريو فيه حاجة كده مش عجباني. ايه هي؟ مش قادر اعرف. كنت هنسى يا شحته، ده انا محضره لك حته مفاجاه. بص، فاكر الصوره دي انا وانت ويوسف؟ عليا عليا بلاش فضايح. لا 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 لا، انا عايز الصوره دي تدوها لي بقى. دي ما عندناش غيرها دي. لا يا اخويا بلاش ده، الصوره دي انا عايزها بقى. خلاص هطلع لك عليها يا سيدي. فاكره زمان عليا لما كنا بنعمل تمثيليه في المسرح، وجيت انت بعديها بيوم قلت لنا لا انا مش همثل، واحتسنا وما بقناش عارفين نعمل ايه. اما ده كان حته موقف، ودخنا انا وانت يا شريف، قعدنا نسهر كل البنات زمايلنا، مفيش ولا واحده رضت تعمل الدور. في الاخر خالص فاكر اضطرينا نجيب ممثله محترفه ودفعنا الاجر من جيبنا علشان تلحق تحفظ وتمثل الدور في يوم. اطلع من دول يا نمس، ما انا عارف انها كانت قايله لك من الاول، وانت كنت فرحان ومزقطط من جواك ومخبي علينا. اقول لكم على سر، عارفين انا ليه اشتركت في فريق التمثيل بتاع الكليه؟ عشان تبقي قريبه من حبيب القلب. لا، انا كنت بشوفه كل يوم. انا اشتركت معاكو عشان اعرف الاستاذ حاطط عينه على انهي بنت في الفريق. انا حافظاه طول عمره عينه زايغه. انا طبعا، ولا نسيت ناديه طويله دي اللي ودانها كانت عامله كده؟ ده انا لولا انا اللي طفشتها كان زمان هي اللي قاعده على قلبك مش انا. طول عمري بقول عليه دغف، حد يبقى قدامه عليا يا قفص ويبص لناديه. ناديه خليك بعض الخير يا اخي، معقوله برضه كنت عليا؟ لا 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 لا، والله ما كنت فاكر ان قلبك اسود كده. معقوله لسه فاكره؟ عمري ما هنساها لك. هاي يا حبيبي، ميه حلوه؟ تجنن زي كده بالظبط. الهام مش كده؟ الناس هيشوفونا بعدين. ايه سلم؟ خلاص اعتبر ان احنا بنمثل مشهد من فيلم الحب السيف. كان يجدد الفيلم ده. عارفه الهام يا حبيبتي؟ انت بجد 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 مجنونه رسمه. يا سلم، ما هو اللي يسمع كده بقى يفتكر انت اللي عاقل قوي، ما انت اللي جننتني. بس عارفه كمان؟ ايه؟ بجد 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 انا بموت في جنانك ده. خلاص نتجوز. لا كويس، عشان يبقى جنان بجنان بقى. شوفي يا حبيبتي، انا ما اتخلقتش للجواز، انا اتجوزت الفن. يا شريف يا شريف، عليا انا الكلام ده؟ الكلام ده تقول لواحده صحفيه جايه تعمل معاك حديث؟ في حاجه اسمها انا اتجوزت الفن؟ انا هقول لك حبيبتي، ما انت لازم تتفهمي. هاي هاي يا نور عيني، اهلا وسهلا. هاي يا نور عيني، اي عينك اللي تدبي فيها رصاصه؟ شفتي بقى، ادينا هنتخانق من اولها اهو. الهام افهميني يا حبيبتي، انا المعجبات دول جزء من حياتي، ما اقدرش اعيش من غيرهم. حبيبي انا كنت بهزر، انت صدقت ولا ايه؟ انا المعجبات ما يفرقوش عندي حاجه خالص، ما يعملوش عندي اي بروبلم، انا عندي ثقه عاليه جدا بنفسي. وبعدين ما هو بكره هيبقى لي انا كمان معجبه. نعم ايه؟ انت ناويه تكملي شغل في السينما بعد ما تتجوزيني؟ طبعا، امال هقعد في البيت اقشر بصل؟ طبعا اقشر بصل وطوم وخيار كمان، امال مين اللي هيحب مخي؟ الطباخ طبعا. على كده بقى هيبقى في شغاله عشان تنظف البيت، وسكرتيره عشان تنظف لي حاجاتي، ودلع عشان العيال. وايه المانع يا شريف؟ في الحاله دي يا حبيبتي لازم تجيبي لي واحده تسليني لغايه ما ترجعي لي انت من الاستوديو. يا سلام. طبعا اذنك، هاخد غطس. شريف وجدي، واحنا قاعدين نتغدى كباب وحمام وفراخ وكده يعني، ما هو كان بيتغدى عندنا امبارح، قال لي انا بحسدك يا يوسف اخويا. قلت له لا، بتحسدني على ايه يا ولد؟ ما هو انا برضو استغربت زيكم كده بالظبط.
افتكرت ان هو بيحسدني عشان بقيت مدير ودرجه اولى، فسالته تحسدني عليه يا شريف؟ قال لي بحسدك على حياتك العائليه المستقره. الله 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 الله، انتوا بتغمزوا بعض، فاكريني بفشر عليكم؟ عنكم ما صدقتوا، انا اللي غلطان اني بتكلم معاكم. ممكن نشوف شغلنا بقى؟ اتفضلوا شوفوا شغلكم يا اساتذه. انت بتزعل ليه؟ حد كلمك يا استاذ محب اسمها؟ حضرتك بتزعل ليه؟ حد كلم حضرتك؟ تسجل انت موظف وانا المدير هنا، انت والناس اللي احلى دي. هالو. ايوه مين؟ مين؟ الاستاذ شريف وجدي حضرتك؟ ايوه موجود. استاذ يوسف بيه اتفضل. صدقت يا خجر؟ الاستاذ شريف وجدي. عارف كلمه. الو يا شريف. ايه يا حبيبي؟ ها لا دي اللي ردت عليك دي فاتن شهاب، مش شارع شهاب، فاتن شهاب ام محمد زميلتنا. رغاء شويه معلش. انت ما طلبتنيش على الموبايل ليه يا حبيبي؟ ها ايه ده؟ وصوتك ماله؟ ايه سكه الحديد؟ طب معلش معلش. مع السلامه. اكيد حمامه كبير. انا مش فاهم ايه اللي بتعملوه في نفسكم ده. انتوا ايه فاكرين شريف وجد ده مش انسان ولا ايه؟ ما هو انسان زينا يعني، ولا كنوش مستقلين بيا انا؟ معقوله ايه اللي بيحصل ده؟ طب ايه رايكم بقى ان هو عزم عليا جامد جدا عشان اروح للاستوديو النهارده، وانا ما كنتش ناوي اروح لان ما بحبش الحاجات، بس بالعند فيكم والله لا انا رايح. ايه يا استاذ اي خدمه؟ ها انا داخل باستاذ شريف وجدي. استاذ شريف ممنوع يا بيه، حضرتك تستناه وتقدر تشوفه هو خارج. شوفوا اخر ايه؟ انت فاكرني معجب؟ ده انا صاحبه، صاحبه قوي يعني. كلكم بتقولوا كده، والاخر يطلع ايه؟ ولا صاحبه ولا حاجه، وناخد التهذيب من الاستاذ شريف. لا كلكم ايه؟ كلكم ايه؟ انت مش تاخد بالك انت بتكلم؟ انت فاكرني شخص عادي؟ ده انا مدير، مدير حسابات الشركه المتحده، بقول لك صاحبه. وانا لا 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 عيب كده، ده شخص رهيب صحيح. لو سمحت بعد اذنك. لا ممنوع يا استاذ. لا بقول لك هدخله صاحبه يا شريف. ما هو مش ممكن تيجي ورايا في كل حته، كفايه بقى. انا زهقت. ليه انا اسف جدا معلش. انا لا انا غلطان اني جيت لك يا جدي. انا مين اللي اتكلم؟ الاستاذ ده يا استاذ صفوت هو اللي اتكلم. عايز ايه يا استاذ؟ معلش يا جماعه. ازيك يا يوسف؟ معلش حصل كده كويس يا استاذ. اديك بقص التصوير. خلاص يا عم امين ده معايا خلاص. بس يلا استاذ. الاستاذ ما كانش بيكلمك، ده كان بيعمل اكشن. اتكلم جد. انا تخيلت ان هو حصل خير. تاني ارجع شريوم. خش كلاك كلاك. خش كلاك. فيلم نزوة صغيرة مشهد 11 شوط 5 تاني مرة. مش ممكن، مش معقول تيجي ورايا في كل حتة. كفاية بقى انا زهقت. ايوه هي دي الجملة، هي دي الجملة اللي غلطت فيها. بس هي دي الجملة اللي فهمتها غلط. معلش 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 انا اسف يا جماعة. انا مش ممكن كده بقى. معلش معلش دي غلاية. صفر يا اخي، ما احنا بنعمل ستوبات كل شوية. ما حبكتش عندي عندي عشان خاطر مين ده؟ واحد صاحبي يا اخي. خلاص بقى اوكي. يلا تاني تاني. يا استاذ انت منورنا، اهلا بيك في الاستوديو، بس من غير نفس من فضلك. متشكر كده الله يبارك لك. ارجع شريو. يلا كلاك. ها خش كلاك. حلو شعري. فيلم نزوة صغيرة مشهد 11 شوط 5 تاني مرة. وبعدين بعدين تعالى تعالى ارجع تاني. خلاص 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 ارجع تاني. يلا معلش يا جماعه معلش. اوكي خش كلاك. ياخد وقت عقبال ما بيبلش. فيلم نسوة صغيرة مشهد 11 شوط 5 رابع مرة. مش ممكن، مش معقول تيجي ورايا في كل حتة. كفاية بقى أنا زهقت. ليه بس يا حبيبي؟ أنا ضايقتك في إيه؟ نعم يا أختي، يعني ما أنتيش عارفة في إيه؟ يا عمر ما أنت مش قاعد معايا خالص، ولا بخرج معاك ولا مع الولاد. انت على طول بتخرج مع ابو سينا. اخرج مع ابو سينا؟ اخرج مع اميمه؟ انا اخرج مع اللي انا عايز اخرج معاه. و نسيت. طب نسيت. معلش انا اسف يا جماعه نسيت. يا صفوة تعمل ايه يا اخي؟ معلش معلش. حد يراجع الديالوج مع الاستاذ؟ اتفضل يا استاذ شريف. هو ممكن اراجع؟ ثانيه ثانيه. معلش يا صفوة انا تعبان النهارده. نعمل فركش؟ لا 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 فركش ما ينفعش. احنا ما صورناش غير مشهدين، والانتاج ده رزل عامل لي كارلو في دماغي. انت عارف ان عندي سواليه والمسرح هيبتدي الساعه 9. معلش يا استاذ صفوت سامحه، اصل التصوير ممكن يتاجل انما المسرح ما يتاجلش. لا ما تبصريش كده، انا كنت ممثل اول الجامعه. ده انا كنت بمثل احسن بشريف كتير يسالوا كده. ايوه ايوه مظبوط. بس انا ما ركزتش في التمثيل، بشتغل مدير عام. حاضر فركس.
مبسوط فركش. الله يبارك لك. عصب يا ابو معلش معلش انا اسف جدا يا لهنا حبيبتي. اتس اوكي يا حبيبي بس بليز بكره ما تتاخرش. اوكي برومس يا حبيبتي. يلا يلا العربيه يلا استني بسرعه زيني. الهام نسيت الحق قبل ما تمشي نسيت اعرفك على صديق عمري صديق حياتي اللي بوظ لنا التصوير. معلش معلش اول مره احضر التصوير. يوسف الهام نجمه المستقبل. هاي الخاتم ده بتاع التمثيل ولا بتاع حضرتك؟ بتاعي طبعا. ايه ده بيحب ينكت كتير قوي قوي. اشوفك بكره يا حبيبتي ان شاء الله. اوكي يلا باي. محرجاتكم لذيذه يا حياه. معلش انا بوظت لكم الدنيا. انا عارف اصور مره احضر تصوير يا راجل. ده لما انا صدقت المسرح بيكلمني كل خمس دقايق قلت لهم ان انا على المحور. انت لسه بتكذب؟ ابعد ايدك وشيلها يا قليل الادب. وحياه كل كلمه وحشه قلتها لي لح افرجك على القرد ابو زديري جبار. بس انا بحبك بحبك. انت مش عايز تتلم ولا ايه؟ يا الله يا استاذ شريف انت مالكش على كده. الله 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 تعزوت فيها يا هذا. تعالى هنا. اقرصني يا راضي عشان اتاكد اني مش بحلم. ده مش حلم يا حبيبتي، ده فجر يوم جديد هنعيشه مع بعض. اللي ينحني او يتنازل مهما كان السبب ما يلومش غير نفسه، لانه مفيش طريق تاني في الحياه غير العمل باخلاص وجديه. اما اللصوص الحراميه فلابد ان ينهزموا مهما طال الزمن. مهما طال الزمن. هاي يا شريف والله. ميرسي ميرسي يا يوسف. ولو ان والله النهارده العرض ما كانش عاجبني قوي. مش عاجبك ازاي؟ لا لا عرض كويس ومحترم. لا رهيب. شريف معلش هستأذن انا. لا تستأذن تروح فين؟ اسمع انت هتسهر معايا النهارده. معلش عارفين النهارده عشان زي ما انت عارف انا عندي شغل بكره الصبح. يا اخي تبقى تروح بعد الشغل تنام لك شويه بعد الظهر. بس ما قلتش عليا وهي ما اتعودتش ان انا اسهر بره. يعني ساعية كده اوعدك بانه مش هيكون اكتر من ساعه. في نهايه الليل استاذ شريف وجدي وصحبته واهل الفن اللي منورانا الليله. ربنا يخليك. الحي كمان الانسه الهام سلام النجمه الكبيره. الانسه الهام سلام. والمخرج الكبير بتاعنا استاذ صفوت شوقي. والاستاذ صفوت شوقي. ونجم المستقبل فرحات. والنجم فرحات. والمؤلف العبقري بتاعنا يوسف عبد المتعال. الله 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 انت هتقر ولا ايه؟ بعدين ايه رايك بقى يا بطل ان انا زهقت من العيشه دي؟ لا ما تقولش حتى الستات زهقت منها. الستات انا بعرفهم دول عاملين كده زي ما يكونوا شاب ما تفهم اكل تكوين ملوش طعم ملوش ريحه. هو ليه اللي طعمه وليه ريحه يا اخويا؟ ايه؟ ان انا اتجوز. ايه؟ انت تتجوز. ايه بتضحك على ايه؟ اتجوز ليه؟ ايوه اتجوز واستقر. اتجوز واستقر وخصوصا لو واحده جميلة كده زي مراتك عليها. انا عارف لها رزينة. ايوه وتجيب لي بنوتة صغيرة كده زي منى بنتك. لا
اللذيذه الطعمه مدم خفيف المؤدبه دي. غلط لما اروح بالليل احط راسي على السكه مشكله يا ابوك. والله يا ابني انت فاهم القصة غلط، انت مش دريان بالنعمه اللي انت فيها يا شريف. الو. ايوه ماما. لا يا حبيبتي ما جاش. ما انا عارفه بقت خمسه اهي مش عارفه اعمل ايه. يا امي ده عمره ما اتاخر بره لاي سبب لاكثر من الساعه 12. كلمت شريف الموبايل مقفول. لا يا ماما انا قلبي حاسس انهم كانوا مع بعض وعملوا حادثه. هعمل ايه يعني؟ هبلغ البوليس طبعا. حاضر يا ماما هكلمك يا حبيبتي. حاضر باي. بابي حصل له ايه؟ مش عارفة حبيبتي مش عارفة. سو على بلد سو على لا 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 لا. خلي بالك من الحاجات اللي هتشوفيها في الرحله النهارده عشان تكتبيها في موضوع الانشاء الحصه الجايه. ما تيجي نروح عند فاروق الساعه 5 الصباح جدك تقدر تغير هدومك عشان تعرف تروح الشغل. بابي يا مامي بابي شريف لله. بابي مين يا جاتا؟ بنتك دي يا شريف؟ لا للاسف انا لسه ما اتجوزتش. صح انا اتجوزت وخلفت. انا خلفت البنت. حبيبتي دي بنتي. بنت دنايا اللي موقفك في الشارع لوحدك دلوقتي. شوف امها بتعمل ايه؟ سايبه البنت لوحدها. مش هسكت انا عليا؟ لا اصل غلط يا شريف. سيب البنت لوحدها في الشارع. عليا؟ نعم يا يوسف. ايه ده لحقت تنزل؟ امك دي يا شاطر. ازيك عليا؟ ازيك يا اختي؟ ازيك يا صاحبي؟ عليا شيلي معايا عليا تقل عليا عليا.